طيب انا واحنا بنتكلم كده وقدامنا ماتش المقاولين العرب، انت لما لعبت في المقاولين العرب ما حسيتش ان في فرق بين النادي الاهلي والمقاولين العرب؟ شوف يا كابتن السؤال ده من انا يعني لو في احراج ليك لا يا كابتن، ده اولا النادي الاهلي مؤسسه مؤسسه يعني تربويه ورياضيه واجتماعيه و و و انما اللي انا اشهد للمقاولين العرب بيه ان انا لما اتنقلت رحت لاخواتي، يعني ما حسيتش بالغربه. ودي يمكن برضو اتربيت على الاساس وتربيت على القيم وعلى كل حاجه، وهم برضو احتضنوني وما حسسونيش ان انا غريب. ليه يا كابتن برضو؟ لان نادي المقاولين العرب كان بيطعم بكل الناس، ايوه ما هواش نادي مستقل بذاته، هو كان لسه ناشئ برضو وبيجي له لعيبه من هنا ومن هنا ومن هنا، ومن هنا. فما حدش حاسس ان هو غريب فيه. يعني دي يمكن فرقت معاه من الناحيه النفسيه شويه، ان انا ما حسيتش بغربه في المقاولين العرب. انما كفرق طبعا لا، المقاولين العرب كبدايه في اواخر السبعينات غير النادي الاهلي اللي التاريخ عشرات الكبير، السنين يعني. التاريخ الكبير. انما ما حسيتش ان انا يعني نفسيا ان انا لا اتبدلت من حل لحل، لا انا يعني اخواتي برضو كانوا في المقاولين العرب واحتضنوني يعني. طب بعد ما لعبت في المقاولين العرب وكملت معاهم وحققت بطولات، ما فكرتش انك تلعب تاني للنادي الاهلي؟ ما كانش فيه يا كابتن، كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه انتقالات. كانش فيه انتقالات. اللي يمضي ده مش هتاخد استغنى؟ لا ما كانش كابتن، كانش حد يقدر يديلك استغنى. ولا تتكلم. ولا تتكلم في حاجه زي كده. نعم. اللي كان بيمضي زمان يا كابتن لنادي يقعد لحد ما يبطل فيه. ما الكلام ده كنت بقوله للكابتن مصطفى رياض، ربنا يديله الصحه والعافيه، بيقول يا كابتن انا بمضي 25 سنه بالظبط سجن. كده كابتن. مؤبد. هتبطل فيه. هتبطل فيه، ما كانش فيه انما كانت انتقالات يا كابتن. امنيتك انك تروح ترجع تلعب في نادي الاهلي. حاجه يعني. حققت كام بطوله مع المقاولين العرب؟ والله حققت ثلاثه كابتن، ثلاث بطوله بطولات. دوري عام وبطولتين كاس افريقيا، بالاضافه الى طبعا نهائي كاس مصر يعني. وبطوله الثالثه في كاس افريقيا وصلنا السيمي فاينال وطلعنا برضو من النادي الاهلي، تعادلنا 0-0 في الماتش الاولاني و1-1 في الماتش الثاني. مايكل ايفر مسكه كام سنه؟ مسكنا تقريبا 4 سنين. خد فيهم كام بطولة؟ خد ثلاثة ثلاث بطولات دوري واثنين كاس